اخرى لا لا تدري ويشا انتي باينه فيك. صافي بدينا ياك. على بركه الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه التشارك. هذه المنطقه اللي صراحه تعتبر من النقاط السوداء مدينه الدار البيضاء، لان صراحه المشاكل اللي كيوقعوا هنايا وماشي نقطه من النقاط السوداء حق غنقولوا راه فيها الناس قباح، فيها الناس خايبين، فيها لا. هذه ملي كنقول نقطه من النقاط السوداء، هذه واحد الوصمه عار على جبين المسؤولين بهذه المنطقه، لا رئيس الجماعه لا المسؤولين لا اي واحد. شنو درتوا لهذا التشارك؟ شنو الاضافات اللي ضفتوا لهذا التشارك؟ هاد الناس هادو الاغلبيه ديالهم الناس ديال الاستفاده الملكيه اللي جاو من الكاريانات، جاو سكنوا هنا اغلبيتهم. غتسولهم غيقول لك كنا عايشين في الكاريان احسن من هنا. غير باش نكونوا واضحين، الكاريان تخرجوا منه اطور، تخرجوا منه ناس اللي ينفعوا المجتمع ونفعوا الدوله. الكاريان كانوا فيه اساتذه وكانوا فيه اطور ديال الاجهزه الامنيه، وكانوا فيه يعني كاريان ما كانش واحد شي حاجه معيبه للانسان، ولكن ملي هزوا دوك الناس وجابوهم لهاد منطقه التشارك كوارث 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 في هاد المنطقه ديال التشارك. وماشي السبب هما الناس، السبب هما المسؤولين. ما كاين لا مرافق عموميه، ما كاين لا تاطير، ما كاين فين يلعبوا الوليدات، ما كاين حتى شي حاجه. شنو كاين؟ كاين بنادم بزاف، كاين الاقتضاد وكاين المشاكل. المشاكل اللي كيكونوا اكثر ديالهم هما القاصرين. يعني حتى الحرب اللي كنشوفوا ديال العصابات اللي كيقولوا هاد الدرب هجم على هاد الدرب بالحجر، ولا سي محمد غيكون عارف كاين كاين راه التشارك هجمت على مولاي رشيد حقا. هادو كيبغيو هاد الفرقه وهادو كيبغيو الفرقه الاخرى. ماني المسؤول، ماني المسؤول على هاد الشيء اللي وصلوا ليه وليداتنا. واننا نسمعوا اليوم ان قاصر هرست لا ماشواغ القاصر، حيت الاخرى كتلعب الكاراتيه ولا ما عرفت التايكواندو، عطات البنيه كروشي وهرست ليها فمها وخلات الدريه في واحد الحاله نفسيه اللي هي خايبه ما تتهضر، وحالتها حاله، وخصوصا انها ما كتشوفها باقا خارجه للزنقه، وخصوصا انك تشوفها مازال كتمشي تقرا. حنا اليوم ماشي كنقولوا بغينا ديك البنت تمشي للحبس ولا تمشي للاصلاحيه، حنا اليوم كنقولوا ماني المسؤول. اولا الاسره كتلعب واحد الدور كبير، لان لا جينا نشوفوا شنو السبب ديال هذا الشيء. الوالدين، الوالدين شنو سبب المشاكل الدراري الصغار؟ شوفي حتى حنا كنا دراري صغار، كنا قباه. شتي قلت لك انا الدري، قلت لك عنده 10 سنين الوقيته ديالو، شي دريات هما نيت دابا راه ما عندهم الاولاد وكل شيء، كنا تنحكروا عليهم حتى الدراري الصغار. ولكن ما ديرش راسك فيه، شي واخا كاع واش كتقدر تجيب التبريه لامك بكري؟ الناس كيفاش كانوا؟ كانوا اللي كيجي تبرى تياخذوا لك حقك. لا شي من قاعد ضربني انا شي واحد، تنجي نقول لامي ولا نقول لبا، فهمتيني؟ اش يقول لي با ولا امي؟ انت ليش ليش مشيتي انت بعدا؟ كيقدروا يزيدوا عليك، فهمتيني؟ تيقدروا كيزيدوا عليك. وكانوا الناس كيحشموا بالجيران، شي عاش الجيران عندنا هنا، الدراري اللي كبار منا حنا، والله حتى ما كاين هاد التصرفيق، فهمتيني؟ ما كاين هاد التصرفيق، فهمتيني؟ كاين هاد التصرفيق. المشكل اللي وقع على الدريه اش غادي نقول لك؟ راه بحال رم الشي، فهمتيني؟ بدات الحرب من الدراري الصغار ضاربوا الدراري الصغار. ولكن اللي مسؤول على هذا الشيء راه هو خالها وعماتها، اللي هو هما اللي نوضوا الفتنه، هما اللي نوضوا الفتنه، وبالدليل وبكل شيء، سمعتيني؟ بالدليل وبكل شيء. يعني الناس مالين العقل، مالين العقل. وانا هذه الهضره اي هضره خرجتها من فمي غنتحمل بها المسؤوليه. انا بغيت هذه الهضره ديالي توصل رئيس المنطقه، فهمتيني؟ حيت الناس ديال الشرطه القضائيه ديال 2012 شدوا لي حقي، كان غادي يهودوني. هادو نيت هادو تما معاهم، حيت اللي تيتراسهم هاد الناس هادو هو قلت لك هو هاد رئيس الجماعه، ماشي اللي كاين دابا. بلا ما نسميه راه برلماني، هو رئيس، هو بريجه. فهمتيني؟ هو اللي مراسهم، ورا الشرطه القضائيه ديال 2012، فهمتيني؟ هما الا كانوا راه تيشوفوا بعينيهم. شنو العلاقه ديال بريجه بهذا الموضوع؟ دابا انت كنتي عساس هنا، هو اللي مدثر هاد الناس عندنا هنا. دابا انت كنتي عساس هنا وكان غيحط عساس اخر في بلاصتك. كان بغى يحط عساس اخر هنا، والناس ديال الشرطه القضائيه الله يخلف عليهم، شي باقي وشي مشى، فهمتيني؟ الله يخلف عليهم. هما اللي دخلوا قال الاخر اللي مصاوب الرخصه وداك الشيء، راه كل شيء عباد الله. دابا تنقول لك الواقع، قال بحاكا، قال لي شي هذا العساس هذا قال لي هو اللي غيبقى تما. قال لي حنا ما تنعرفوا لا رئيس الجماعه لا والو، قال لي حنا تنعرفوا
تنعرفوا القانون اسم صاحب الجلاله. برافو عليهم. ونسميك كاع السيد اللي كان مريح في الكرسي وضرب بيا 20 واحد الشرطه القضائيه والسيرازين الله يطولنا عمره هو اللي عطاني حقي انا دابا راه شديت حقي وانا قاد بالقانون وبقيتي في المشاكل من وبقيت في المشاكل بقيت في المشاكل ولكن انا دابا راه بغيت حق بنتي انا ما باغي والو راه عندنا القانون عندنا القانون وراه ولكن العاطفه لا دابا انت سي محمد دوزتي القسم الله في السجون شتي الا بديت نهضر معاك من 91 ل 99 بشهاده الجامع بشهاده الجامع كنت اقبه واحد كنت معدي ولكن انا راه دوس العذاب ولا قلت لك انا المونتيفات اللي دوس كليت فيهم العصا دابا راه مخير انا ما كلاش العصا قدي انايا راه اول مونتيف انا في تمارا الجوندارم على والو على والو حنا كنا ثلاثه تمينا حنا راه كنا في العسكر كاع يا حسره ولكن ما كانش العقل عندي 18 عام العقل ما كاينش والو سمعنا دار الدعاره تمينا غادي لحقنا دخلنا صافي داك اللي معايا انا صدق ضارب واحد صافي شديت انا واحد الدري نيت ولد الدرب هنا راه مات مسكين الله يرحمه الدولة يعني كانت قلت العقل والقباحه والصحه والجد ما عمر بنادم ما يبالط على الدراري الصغار دابا انا باش ناكد لك ما يبقاش بنادم يبالط ترى الوالده الله يطول في عمرها لا باقا في الحياه جاهل لا ماتت جاهل ترى تيعرفوا الحريزيه تيعرفوها كانت اقبح وحده فهمتيني كانت كتا هي كتدافع عليك واخا عارفه ولدها ما كي تقول لك ما كيديرش الله يسمح لنا من الوالدين الوالد لا الوالد انا نهار اللي تنضرب المونتيف وتنخرج تيقول لي جوج كلمات سير ولدي سير تخدم باقي حي الوالد لا مات الله يرحمه ماتوا الوالدين لا ماتوا ندمتي على داك الشيء اللي كنتي كدير فيه لا ما نادم ما والو تنقول الحمد لله حيت انا في واحد الفتره تنقول انا ما غنبقى نتزوج ما والو فهمتيني راه البدايه ديالي انا قولي تير الله اعلم فهمتيني بديت بواحد الشوايه كان غادي يسهل الله في حانوت ناض عليا الزقه والله الا ناض عليا الزقه هذاك مول الحانوت ولا غادي بيا عند رجال البول عند البوليس وداني للمقاطعه ولا يدير التزام بما ما نبقاش انا تما سيفا نهائيا ها انت ها هي ها تنقول لك الواقع ها انت هاي شوايه ولات كانت عا في الشانطي ولات حانوت درت معاهم التزام باش ما نبقاش ندور تما عطوني 3 المليون وديك الساعه انا كنت كاري دوزات عندي سيمانه ديك 3 المليون ومع دماغي حيت انا دابا راه تنهضر مع دماغي اش قلت دماغي انا وانت انا دابا انا عكاري عكاري وعندي وليدات 3 مليون شناهي وانا نعيط على ذاك السيد قلت له شوف انا 3 مليون راه ما باغيهاش هاك هاك 3 ديالك وانا راه غنرجع لبلاصتي تما مشيت فرقعت الحانوت عيط عليا القايد عيط عليا قال لي شي انت غادي نصيفط لك العكاشه وقال لي شي ديك الدراري هذيك كان فاطمه الزهراء واسامه هز قال لي هادوك غنصيفطهم لامي كلثوم وقال لي انت غنصيفط لك العكاشه قال لي ثلاثه الخطرات راه دابا انا تنقول لك الواقع فهمتيني وخوك هكاك دار مزيان نهار الرابع وانا نديهم في ساعه القيد راه دابا راه شاد لانتريس فهمتيني قلت لي ساعه القيد قلت لي لما درتيش بوجي انا ديرها على وجه هاد الوليده قال لي شتي انت وانا راه بغيت نتوب وبغيت نشد الطريق راه باغي نتوب راه باغي نتوب راه كاينه التوبه شتي دابا كاع يسمعني دابا شوف يبدا يبدا يقول لك عباد الله راه حط مجرم تما وداك الشيء لا والله الا دار حسنه اكيد بحال عرف الدماغ ديالي ها انت دابا مور بعث الوليده هذيك الساعه كانوا عندي جوج فهمتيني كانوا عندي جوج الرابعه قال لي معديت ولادي هزيت الدري هو الاول راه بشهاده المقدميه هزيت الدري مريح هو في البيرونه لحتو ليه هنا تتقلب هزيت الدريه حتى هي ولكن انا عار حيت النيه ديالي حسن. انا باغي شوفي باغي ناكل وباغي نعيش ولكن ما يديروش معايا ديك الدرجه شدوا معايا الزكير قلبته هربت تبعوني المقدميه قال لي هادشي اللي كنتي تدير كنتي تمشي للحبس هادي قلت لي شوف الحبس كنت تمشي ليه فابور وفعلا انا كنت تمشي ليه فابور قال لي انت راه قال لك القايد غدا جي عنده وانا نمشي عنده سهل فيا قلت لي شوف سعد القادر النيه ديالي انا راه باغي نعيش قال لي شوف انا غندير معاك مزيان لا كنتي باغي تعيش والنيه ديالك اللي تتقول انت باغي ديرها الوليدات وداك الشيء راه غادي ندبر عليك بحال هكا هو يصيفطني لهاد البلاصه شديتها جيت ليها
الله يخلف عليه وتا الناس ديال الشرطه القضائيه راه شي كون ما كانوش هما كون دفنوني حي فهمتيني كون دفنوني حي والحمد لله كل ما كانش مخزن نهار اللي شديت هذه البلاصه هنا نهار اللي شديتها داروني بحال المسطي داروني مسطي رب شهاده اي واحد داروني هاد الدريه هذيك الشيء كانت باقا صغيره والله ما نكذب عليك وديك النيه ديالي انا باش بنادم تا هو يعرف والله ما نكذب عليك انا من تنهز هذيك البالا والبرويطه تلقى درهم هنا 4 دريال مع الدماغ ديالي علاش قلت لك انا تنهضرها مع دماغي تنقول هذا رزق ونيت رزق الحمد لله فهمتيني وبقيت شاد 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 ناضوا عاوتاني اش داروا كان واحد الباركين هنا في طرونش 3 هذا رئيس الجماعه راه دابا كاينه خيريه تما فهمتيني ناض حيدو من تما ويصيفطهم هنا فهمتيني صيفطهم بغا يحيد الباركين صيفط حيت هما دابا وحيت ولات دربنا فهمتيني تيعرفوني فهمتيني جاو دخلوا جابوا الماتاريال ديالهم الكاريطات واخا عارفينك انت كاين هنا دابا انا شوفي دابا انا باش تعرفيني خليت هما دخلوا داك الشيء وكل شيء دخلوه ولكن تيلحق المغرب تيمشي فهمتيني تيلحق المغرب تيمشي كتبقى انت الليل تنبقى انا بوحدي خافوا مني باش نقول لك بحال هكا حيت انايا حيت النيه ديالي ما بغيتش شي واحد يعارضني انا حيت دوس العذاب بغيت نعيش نعيش بغيت نعيش انا دابا هذه النيه ديالي ولكن بنادم واحد واحد العقليه تيقول لك هذاك راه باقي راه من كانت عند في 1991 و92 راه باقي ها هو هو حيت ما تبدلش حيت ما ريحش حدايا راه كاينين الناس اللي تيريحوا معايا ولكن يعني. الاغلبيه ديال الناس اللي دوزوا الاجرام والحبس ما كيديروا الوليدات كيشدوا الطريق المستقيم لان كيولي عندهم علاش يخافوا وبنادم تيكبر وكيتهرس وكيعني دابا انا شي نهار اللي تبت تبت على حق الحمد لله توبه لا لا شوفي انا نقول لك انا راه انا عرفت انا نعطيك واحد النقطه الوليدات تبارك الله الله يخليهم ها انت يا شوف ما عمر با تبعني انا للزياره يلا باش تعرفيها ما عمرو ما تبعني عندك من 90 حتى 99 فاش مات المرحوم الحسن الثاني كنت في عين البرجه عندي 4 سنين ذاك هو المونتي في الاخر باش بنادم يعرف حتى هزيت عينيا حتى انا عارف عمي ولا خوادرية هزيت عينيا بحال هكا هادي انا باش نقول لك التوبه ديالي هو يبان لي با عيني غرغرو حيت انا ما عمري ما شفت الزياره ولا تبعني الكوميسيريه ولا المقاطعه ولا لقاني مدار مع شي واحد ولا هادي والو بديت تنبكي حتى هو بدا تيغرغر هزيت القفه كنت انا تنعس انا واحد الدري حنا تيقولوا لي بدران تنعس انا والسيلون بحال هكا كاين باياس ديال الدس حطيت ديك القفه بحال هكا وانا ندير ليها بحال هكا بديت نهضر مع دماغي انا مالي لهاد الحاله حيت انا كنت عاد تنخرج ما تنبون بيش شهرين ثلاث شهور فهمتيني شهرين ثلاث شهور وقاعد المناتيف اللي ضربت انايا كاع كليت فيهم العصا راه كليت المانيطو شي المانيطو داروه ليا هنا داروه ليا في نسالي الساعة ساعة الله روب والله ما نكذب عليك والله ما قريت ليهم شي حاجة ما قريتش هزو مسكين واحد الدري راه مات الله يرحمه يلاه كيهزوه وانا دابا ما عارف والو انا راه 18 سنه هزو حتى هو بدا تيقول لي لا انا معايا فلان معايا فلان معايا فلان واحد لا جوده ويقول لي شي هذاك هو اللي غادي تجيبوه هما اللي غتعاودوا تهزوه عاوتاني يلاه بغي يلاه غادي يخرجوني قلت ليه هدا انا تنقول لك الواقع ولكن راه ما عارفش فهمتيني راه ما عارفش يلاه بغي يهزوني قال لي شنو قلت له هذا راه ما كان معايا ما والو قلت له معايا فلان وفلان وفلان مسكين واحد راه مات دابا حتى هو واحد مسكين راه تيبان لي دابا في ضرب السلطان ها بداك المانيطو تيبان لي في ضرب السلطان مسكين بالك على الجان كاول وداك اللي كان مسكين كلا العصا وداك الشيء كلا باطله ولكن انا حيت هما دابا علاش حيت هو فيه ضربه هنا وتا هو فيه ضربه هنا حيت هي السيده من مشات ديكلارات قالت لهم راه فيه ضربه هنا هما يسقوا غادي ما كانوا لا كاميرات مراقبه ما كانت حتى حاجه كانت الوقت مازال وانت سي محمد اش غادي نقول لك كانت سبب التوبه ديالك هي باك اللي جا عندك كان ديجا باك قلتي جا باك صافي تما والله الا شديت هذاك شديت راسي بحال هكا وبديت نقول انا مالي على راسي عتنخرج وتندخل خرش درت كروسه وحمار راه كاع بشهاده الجميع
دير كروسه حمار والكوميسير ديال الطرون سويس. والله ما نكذب عليك، انا والله ما تنعرفو انا، حيت دابا نيتي انا صافي، انا باغي ندير وليدات وداكشي. انا ما تزوجتش الا 2004، خرجت انا في 99 حتى 2004، قولي 2003 هذا بدات الزواج وداكشي. دير كروسه حمار، الكوميسير تيتقدم من عندي، انا ما تنعرفو لا كوميسير لا والو. واحد الدري تيقول لي بوق رقابه، راه واحد الدري سمير خراز راه تيجهد بهذا الشيء. قلت له هي الكروسه حداك، انا غادي نمشي نمشي للدار نتغدى وغادي نجي. هي هذيك تغديت، هذا الشيء راه في 2000، جيت وانا نلقى هاد بوق رقابه غادي بالكروسه. دابا انا ذاك بوق رقابه تنعقل عليها صغير، كان هاتي تسخر ليا وانا نجي عندك تتلقى ديك الكروسه بحال هكا. حتى قال لي لا راه غادي نبيع لك ليه. هذا بهذاك هو البدايه الاولى ديالي انا بحال فهمتيني. هي هذيك بقى مع هو مقرقب وسكران، انا مدوز الشراب مدوز التقرقيب مدوز كل شيء، تخرج العينين عارف كل شيء. قلت له صافي صاحبي طلق ديك الكروسه وسير بحال هكا. والله ما بغى يطلق هذاك الجام فهمتيني، ما بغاش يطلقه. دير جنوي انا تحت الميزان، جبدته وانا ننقر ليه. جاو عباد الله فكوني وداك الشيء طلعوني للدار، زغبوا الله ما بغاش يمشي. طلع عندنا البروميان وبدا تيغوت، واه ندير لك ندير لك ندير لك ندير لك. حل هزيت واحد العمود ديال النشير، حليت الباب، طيحت لي سنانو كاملين، جندخته فهمتيني، جندخته خرج برا، جات امو حتى هي جندختها وكل شيء. مشات اختو، مشات عند البوليس، مشات اختو عند البوليس، جايين جاي الكوميسير وجايين شي جوج ضباط معاه وداك الشيء. ضربوا عليا بحال هكا، انا كلي دمايات وداك الشيء، ويقول لي اجي لحق علينا الكوميسيريه. مشيت الكوميسيريه، تنقول لك ده الواقع اللي كاين فهمتيني. مشيت ريحت بحال هكا. دابا تيتسناو في الضحيه يجي، الضحيه زغبوا الله مسخوط والدين. فين مشى ديكلارا في الكاتريين، راه شوفي داك مشى لبن مسيك على بعدا، مشى للكاتريام محسوب على حي الصناعي. بوانت عليا السميات، بوانتيت انا تما، هي هذيك عنصر خطير هذي. تيجيو مالي الوقت ديال الكاتريام تيجيو يسولوا عليا فهمتيني، تيجيو يسولوا عليا. جا عندي خال هاد الدريه نيس، والله الا خال بلا ما نسميه بلا والو، قال لي عندكم معاه النزاع اليوم. هاي ماشي هو اللي جا للمراه، لا خوه، لا خو الله عمر هذا شي خوه. الله يعمر واخا خو عقله صغير ولكن الله عمر هذا، لا عمر هذا الا هذا فهمتيني. ودوك الزوجات اللي جاو من حي مولاي رشيد، نكمل لك القصه. هي هذيك قال لي راه جاو تيقلبوا عليك هذي الغد، وانا نمشي عند السي عبد الله. قال لي السي عبد الله، قلت له انا راه تعرفني هذي، راه دخلت سوق راسي هذي. قال لي واش دير شي حاجه؟ قلت له راه ما دير والو. قال لي اشوفو كان فهمتيني، راه حيت راه الشرطه القضائيه هذيك، راه ماشي انا دابا تنحاقرهم ولا دابا تنقول لك اللي كاين، ولكن هو بالشهاده ديالو. غنقول لك علاش شا هو الكوميسير جا من جهتي انايا، انا نقول لك علاه. قال لي سير ما تخاف ما والو فهمتيني، قال لي ما تخاف ما والو سير، انا بقيت من نكري فهمتيني. راه ماشي دابا تنقول لك الواقع، يقول لك هذاك راه الشيطان هذي لا، تنقول شوفي تنقول لك تانا راه عندي ما نقول تانا، ولكن راه دخلت سوق راسي، راه دخلت سوق راسي. هذاك السيد راه هو جا ظلمني فهمتيني. هي هذيك مشيت انا حدا ذاك الحمار حاشاك ديالي، ريحت فهمتيني، ريحت مشيت عند واحد مول الحانوت، جبت زيزوار، ضربت راسي بحال هكا، ضربت فخدي. مشى معايا نيت هاد خاله نيت، مشيت لمحمد الخامس، درت فاطمه هنا، درت هنا فهمتيني، درت هنا شهاده طبيه. وقال ما خديت ورقه من اللي ما درت لا شهاده طبيه لا، ومشيت عند السي عبد الله. قلت له هذاك خينا راه ضربني بحال هكا. مشيت عاوتاني، جاو مالين الوقت يقلبوا عليا، صافو نمشي عنده الصباح، نمشي عنده. قلت له السي عبد الله الله يرحم لك الوالدين، راه تيجيو شما لين الوقت من الكاتريام، وانا راه راسي اخاوي، راه تنبيع ونشري، حيت انا ثيقه في نفسي فهمتيني. قال لي واش ما دير والو؟ قلت له لا ما دير والو. وهز التليفون، هز التليفون وعيط على حي الصناعي، كان ديك الساعه مع السي بشعيب، عيط عليه قال لي راه واحد السميه الفلان فلانيه هذه، قال لي راه تنقلبوا عليه، راه عنده السارق، عنده عده صوابق، وراه مكريسي واحد خينا هذه. قال لي شوف، قال لي شاد السميه، قال لي هو غيجي عندك
ما قال لي انا ما سمعته قال لي راه غيجي عندك وانا نوقف. قلت له السي عبد الله فين غادي نمشي؟ قلت له تصيفطني للحبس؟ قال لي تاكد عليا. قال لي واش دير شي حاجه؟ قال لي خليها دير بوحدو داك اللي الدار تيتسويها وداك. قال لي خلي واش دير شي حاجه من غير؟ قلت لي لا. قلت له دخل سوق راسي راه عندي ثقه في نفسي. قال لك غير سير ما تخافش حيت هذاك بوق رقابه كان برزطونا فهمتيني. هو كان تيقلب عليه وبغى فيه الخدمه ني بحال قلت شي سربوه بحال هكا كان هنيتيهم منه هنيتيهم كان برزطهم. داكشي علاش ما مشاش ديك راه عندهم حيت عارف لا انا تنقول لك اللي كاين هي هذيك. وقال لي شوف راه نوض كاع عاد شد الطاكسي حمر دابا شد وطلع الحي الصناعي. قلت له السي عبد الله بحال هكا كاين انا ما بقيت ندير والو راه ما باغيش نمشي للحبس. قال لي شوف وتاكد عليا واش دير شي حاجه من غير هذا الشيء. قلت له لا هي هذيك. عيط على طاكسي هزني من تما هزني وديني الحي الصناعي. دخلت ويقول لي داك الطاو قال لي شكون انت؟ قلت له انا راه هو اللي صيفطني داك رئيس ديال الدائره 38 هذه. دخل معايا بالعنف هو بغى يعرف لي دماغي كيدير. قال لي انت ما بغيتيش تشوب هذه باقي عم فرعن هذه هذه. داك السيد اش بغيتي عنده؟ علاش حيدتي لي هذه هذه غير مشى قال لهم هو شو دابا واش قال لهم؟ قال لهم انا تنخدم على والديا حيت باه ميت فهمتيني. قال لهم جاي من المارشي كريو يلا غادي ننزل من الطاكسي وشديته انايا رفعته بشمال وحيت لي سبرديله وديت لي 70000. دابا السرقه الاعتداء والسرقه. ودابا انا علاش تنقول علاش قلت لك انا راه انا جندخته ولكن هو التهمه اللي حط عليا ليه دالك السرقه دا لي السرقه حتى دابا ما عبوا نتوني الكاتريام لقاو عندك صوابق في السرقه قالوا اذا هذا الشيء كاين. ديك الساعه يلا خارج انا قولي ديك الساعه في 1999 ما تبعها وقالها شي شهور ولا ايوا عمري شدك الدوسي ويشرقوا. دابا في الاول زراني انا هادي ويعيط عليه هو. قال لي اش؟ قال لي واش هو هذا؟ قال لي هو هذا. قال لي اش؟ قال لي لا عاود ليا كيما طرا. قال لي راه جاي من مارشي كريو يلا غادي ننزل انايا ويرفعني بشمال وسرق لي السبرديله. دار لي السبرديله و70000 فرنك. قال لي فين بالضبط؟ قال لي غير قال لي حدا مجموعه السح ديال الكواتشي. قال لي شوفو كان. قال لي تما ويقول لي انايا. قال لي ذكرني انت بالسميه ديالها. قال لي ذكرني بالسميه ديالك. قلت لي الرافعي محمد وساكن بعماره 27. عطيتي لهم معلومات. هو يقول لي وانت ذكرني بالسكنه ديالك حيت انا دابا 27 هو 29 اش بيناتنا؟ ما بيناتنا راه ما بيناتكمش لا والو. انا 27 28 29 اش قال لي؟ قال لي راه ما يمكنش. قال لي لا راه شو؟ قال لي راه قبيح وعنده عده سوابق ولكن يكون ما كان السي عبد الله غنمشي للحبس. اييه فهمتيني. عمرو لينا شدك الدوسي بعدها داروني التبادل الضرب والجرح فهمتيني. الدولة المحكمة اللي كانت في عين الشق جيت الخيرية تامة هو الثانويات تاع دخلونا. قال لي شوف دابا قال لي راه غادي الحبس. اش قلت لي انايا وخا يكون يسمع؟ قلت لي شوف انا راه دخلت سوق راسي وتتعرفني. قلت لي انا راه غادي نضرب بك 100 واحد فهمتيني باش شي واحد عاوتاني بحالك يجي بغي يتعرض عليا ولا هادي غادي نوريه فهمتيني بحال هكا. وقال لي اعطيني 400000 فرنك هادي قلت له والله لا خديت. قلت له انا 4000 درهم. قلت له انا راه داير 3 شهور درتها بين عينيا. قلت له غادي نضرب بك 100 واحد حتى ولا واصل معايا 1000 درهم. قلت له والله لا خديتي الريال. شي من دخلنا بعد عند وكيل الملك راه جبت السنان ولاحهم لي قال لي الوكيل قال لي هز امك دوك السنان وسيروا تسامحوا. هودنا هضرنا عاوتاني شويه طلع عطاو هو ورقه وعطاني انا ورقه خرجنا حيت من ديك من الكروسه. ها انت دابا راه من هنا وانا شادني العاده دابا. ها انت انا راه باقي ما مجوجش انا هنا فهمتيني راه باقي ما مجوج ما والو. دابا انت سي محمد عندك قصص طويله. دابا نتايا دخلتي سوق راسك ودرتي وبنادم ما فاهم فيا والو فهمتيني. حتى جات هاد العائله هادو تعداو لك على قد مادام تعداو على المراه فهمتيني وخالها وسبابهم الدراري الصغار تضاربوا. دابا كون خالها شد الدريه. دابا علاش دابا الدريه فرعنات؟ علاش؟ حيت النهار اللي جا المراه النهار اللي جا ليها هي حاضره. دابا الراجل جا المراه وعماماتها تما حاضرين
والدراري الصغار دابا كلشي تيشوفوا اش يقولوا الدراري الصغار. واش راجلها ما جا ما والو، ما جا ما والو، علاش ما جاش؟ تنعرف اش اذا محقوره هادي. لا هي محقوره غيقولوا اذا هادي محقوره هي محقوره، ولكن علاش راجلها ما جاش؟ حيت ما باغيش المشاكل. لا ماشي المشاكل، حيت بحال بحال هذا الشيء تيطيح الرواح. اه الله فهمتيني؟ الله يستر. كان هو عنده الدماغ خاصو يفكر، لا هو لا دوك السيدات زعما كاين عيب وعار اننا نبداو نضربوا على قبل الدراري الصغار، على حسب ما قال لي هذا السيد ان هذا السيد عيط على عمات البنت من مولاي رشيد وجاو يضربوا. فهمتيني؟ ضربوا شبعوا فيها العيون يا الهرقاوية. علاش ما مشيتيش درتي ديكلاراسيون؟ آه؟ علاش ما مشيتيش ديكلاريتي؟ هذه مالها عندها حق تهضر معاه؟ ما عندهاش حق تهضر معاه. هي رجعوا عندها. اه جاو ليها للدار تعيط عليا، ما تهضرش مع هذاك الشخص، ما تهضرش معاه فهمتيني؟ حيت انا تهجم على المراه. اه حيت انا دابا انا ما نقدرش نتهجم على المراه فهمتيني؟ هذا هو الموضوع. انا ولا تنقول لك الواو الدراري صغار ضاربوا، ندور في هذا وندور في هذا، ماشي نمشي نتهجم على المراه. كان عليه يدور في الدراري الصغار بجوج. يخاصم عليهم جوج كاع. هو ما دارش بحال هكا، يعصيهم. هو هز التليفون، هز التليفون وقال للمراه، قال لها بهذه العباره، قال لها شتي انت؟ قال لي غادي نعيط لك على واحد الزوجات هما اللي غادي نعرفوا. وفعلا نيت جا واحد الزوجات فهمتيني، جا ماضربوهاش. ها غير غوتوا على المعيون يا الهرقاويه، واخده على الشمكار والله نشد امك، والله تندير لك، والله تندير لك، والله تندير لك. وبقاو هادو طلعوا وسدوا عليهم الباب، وهي تم جايه عندي فهمتيني، تما جايه عندي. قالت لك راه تعرضت للاعتداء، راه هجموا عليا. يا راه انا حدا قالت لي فلان ورا ندور فيها، بلا ما نقول لك انا واحد الكلمه خايبه قد سير بحال هكا سير، انت ما عندكش حق تهضري تهضري معاه. وهزيت هذيك الضربه، هزيتها بقلبي وتنار نار الخميس. ولكن هي احسن كنا عيطت لك وقالت لك اجي، كانت تتوقع شي كارثه كبيره. اه وراه غادي يوقع. ومزيان ملي ما قالتهاش لك وجيتي. دابا هالكارثه وقعات ان البنت خت هذيك البنيه اللي ضربت مع ولدك الصغير تلقات البنت. وراه دابا شي هاد ولاد دربنا والله ما نكذب عليك. واحد راه بوليسي دابا راه في الولايه، والله ما نكذب عليك، تكاري عاد امو. يلا كرات لي سيمانه، سيمانه كرات لي، راه بشهاده الجامع. هنا في التشارب. هنا عماره 16، راه هي جايه معنا من الكاريان. اييه. فهمتيني؟ كرات لينا سيمانه وهي تجي عندي. وقالت لي اسمح لي ولد الحريزي، راه ولادي وهادي، راه ما باغيناكش وهادي. اش قلت لها انايا؟ قلت لها مي سعيدين خليني كاري عاد محمديه 3 سنين وانا عندها، كنت كاري عا ب 8000 ريال، وهي دابا اش عندها؟ ديما تتلاقى معايا في الدروس بحال هكا، وعاود الحريزيه علاش ما تشكري عندي؟ وعلاش ولادها ما بغاوكش؟ اه؟ علاش ما بغاوكش؟ وراه دابا هذا هو السؤال، بنادم راه ما فهمتيني؟ باقي واخد عليك ديك النظره ديال القباحه. فهمتيني ديك النظره. دابا بنتك شنو وقع لها؟ اه لا غنكمل لك على هذا نيت هو في الولايه فهمتيني، باش هادو تا هما باش ياخذوا درس فهمتيني. بنتي راه غناخذ لها حقها، انا عارف الشرطه القضائيه دايره خدمتها ودايره خدمتها. انا خلي كاع هادشي، انا راه خدام عساس فهمتيني، انا تسوليني على البوليس وبالليل انا عايش معاهم فهمتيني، ديتي ترافيك البيرمانوس خدامين فهمتيني. الوالدين اللي خاصهم يربيو ولادهم، شي المخزن كاين خدمته، ولكن الوالدين هما اللي فيهم التباليط. انا نقول لك على هاد البوليسي اللي في الولايه فهمتيني، هي هذيك قلت لها هذيك السعيديه، قلت لها انت الا ما كنتيش ما باغانيش غنكمل الشهر ونقلب على راسي ونخرج بحال هكا فهمتيني، ونمشي بحالاتي. راه هاد السوايه جات عندي هنا كمل ديك الساعه الشهر، مشات بعدا عاد المراه هي جات عندي شحال هادشي، هادشي راه بشحال هادي ديما معدين على المراه فهمتيني، ديما معدين عليها. قالت لي انت دابا راه ولادي هادي هادي، قلت لي غيكمل الشهر وغنمشي بحال هادي. ساعه كنتي يلا باقي خرجتي من الحبس، باقي عندك داك. لا راه عندي اسامه وفاطم الزهراء. زعما باقي الناس واخدين ديك النظره 2005 باقيين واخدين ديك النظره. انا دابا تنبين لهم كلوشار، كلوشار ولكن لا، ولكن القلب ديالي حنين انا. ولكن دابا راه سنوات راه الناس عرفوك اش كتسوى سي محمد. ولا لا باقيين، والله ما نكذب عليك، واخدين ديك النظره، باقيين خاي ديك النظره. تبارك الله من 99 ما دخلتش انت. باش نجيك من الاخر انا، شتي 25 عام ما رجعتي للسجن؟ ها 25 عام. لا دخلوني بواحد 8 شهور و4 شهور، خاله دخلني ب4 شهور.
هادي 4 شهور. علاش عاوتاني؟ بلاتي نكمل لك انا هادي البوليسي تا هو بغى يتعرض على المراه عندي انايا كمل الشهر جو ولكن هادشي راه قديم انا 2000 شوف لا دابا انت راه شوف واخا دابا كثرنا الهضره دابا راه قلت لك داكشي اللي في قلبي انا خويتي عليا قلبك خويت قلبي ولكن فهمتيني ولكن راه حق بنتي راه شوف هذا حق بنتي ما خصوش يضيع انا راه شاد لي الشرطه القضائيه شدوا لي حقي ولكن هاد البنيته ما خاصش حقها يضيع البوليس نكمل لك حتى هو حتى هو تعرض عليا فهمتيني خواتاتو تخرفسوا على المراه والناس يشوفوا العماره 16 فهمتيني والعماره 16 وعنده واحد خواته عرادات فهمتيني جات عندي لا والله ما لا بريت غديدي بقيت نشتف عليه وكان بغى يديروا لي القالب فهمتيني انا ما تخاف ما والو فهمتيني ولكن ما تنظلمش علاش دابا تنهضر معاك بحال راه ما تنظلمش هما اللي كيظلموك هما اللي تظلموني يا دي جات عندي المرأة قالت لي راه داروا لي بناتها هذه بناتها راه بحال العودات قلت لها صافي اش بغيتي قلت لها حنا على القوالب وداك الشيء راه البيرمانوس ديتها البيرمانوس ديكلاريت قال لي الغد قال لي سير 38 كان السي القيدي هي هذيك دخلوني تما قال لي مالك قلت لها راه واحد المرأة تعدوا عليها تعدوا على مرتي وهذه راه كاري عندها قال لي سير عند القيد بحال هكا وينقز واحد الضابط هاد الناس راه مشاو وخا بالغوا واحد شويه ولكن لقاوني تانا حديدي راه تنقول اللي كاين هي هذيك بقيت مريح انايا بقيت مريح 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 حضرت راسي وانا نمشي هو يجي عندي واحد هو يقول لي غدا غتمشي للمحكمه قلت له ايه نمشي للمحكمه جيت الصباح تما حدا الترونتوي انا والمراه والدراري بجوج واش قلت لي انايا قلت لي الناس اللي انا وياهم فين هما؟ قال لي شوف قال لي دابا حيت هما مضاربين ما خصناش نلاقيكم قلت لي كاينه ما خصناش نتلاقاو داني انا وياه فين داوني؟ داوني الجنايات والله ما نكذب عليك داوني الجنايات داوني بقيت مريب حكا تندير ها تندير ها ما كاينينش هذوك الناس تعيط علي الواكيل دخلت لقيت السعيديه وراجلها دايرين العكاكس عيط عليا الواكيل قال لي وكيل العام قال لي انت هو فلان هادي 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 بهاد الكلمه قال لي ما حشمتي ما راعيتي تعدى على هاد الناس كبار قال لي السيده كاريه لك ودايره فيك خير وزيتي عليها جنويه قلت لا ساعه الواكيل قلت لي راه ما كاينش هاد الشيء وقال لي شنو اللي كاين حيت قلت لي كاين ولد بوليسي كاين ولد بوليس راه شتفت عليه وضاربو ضربه وكلشي قال لي انت غترجع للبوليس رجعت عند البوليس هنا داز شي يومين وانا نمشي عندك القيدي ويقول لي انت مشيتي عند الوكيل بقيتي تقول لي وانت قلت لي انت شتيني انا هاد الجنويه وشتيني قال لي شكون اللي عمر لك قلت لي عمر لي هاد السيد ها هو نسيت لي على سميت وراه ما دار احسن بلاش ما داز سيمانه وما يفزعوا حيت هو دوز على الكوميسير الدكاكه باش نقول لك اللي كاين دواز والحمد لله دابا عصر جديد ونقول لك خاله راه الله فوق مني الا كذبت فهمتيني جاتني واحد هيستيريا 2019 جاتني هيستيريا فهمتيني انا ما عاقلش على راسي فهمتيني زق الدار مول المسمن هاد خاله هرس لي الجاج هادشي كاين الجاج ديالاش ديال القهوه هزيت لي واحد البريسه هرس علاش دارو لك جاتني الهيستيريا هكاك ودابا راه تنقول لك اللي كاين دابا انت كتعترف اللي كاين راه تنقول لك اللي كاين والواقع جاتني الهيستيريا كيفاش العلم لله واحد الحلاق تا هو مسكين تا هو تعديت عليه فهمتيني راه تنقول لك اللي كاين جاو مالي الوقت داوني فهمتيني انا دابا انا راه تنقول هذا الشيء فهمتيني انا راه تنقول وديرو فهمتيني ولكن راه تعداو عليا من واحد الجهه فهمتيني انا مقرقب انايا دايريني تندير الهلواسه دابا بقيتي كتعمر تتعمر تتعمر جاتك ديك الهستيريا ودابا باش ناكد لك وانت السيد اللي عمر ليا انا راه ما عمروا ليا ما والو وكان الهدف ديالهم يحيدوك من هنا باش يحيدوني من هنا كلشي بغاو يحيدوك من تحت الخبز ديالك وهذاك الضابط اللي عمر ليا فين هو دابا هو تيتشمش حدا خاله تا هو شدوه الجوندارم ديال المنصوريه
هو كان في ترونتويت ونهار اللي شدوني هنايا كان كان كانوا يحولوه ديال الطومه تما هو اللي عمر ليا وانا ما شفتو ما تلاقى وجهي مع وجهو كنت انا في اناسي تان تمن بغى يقدموني وجي واحد خينا مقدر وقال لي لفط لي الدوسي سيني وانا سيني فيه وتنشوف فيه بحال هكا هو صاحبه صاحبه نعم سي محمد شفت واش نكمل لك هذه اللقطه خاصنا معك الحلقه لا لا باش حيت هذه خاص تسمع مدريه فهمتيني خوك تعديش عليه ولكن راه بدون شعور بدون شعور يعني ماشي قصدتي والله حتى بدون شعور هاد الحلاق ومول المسم بدون شعور فهمتيني جاو عنده عباد الله قالوا تيطلبوا فيه طلاب يا ما طلاب مي مسكينه الله يرحمها دايره على العكاز وتطلب فيه والو هو يقول لهم ندير لكم التنازل شاد معاهم شد من عندهم الفلوس شاد الفلوس ودار التنازل شحال عطاو ها شحال خدا رزقه فهمتيني مول مسمن خدا رزقه انا دابا تقدمت مشيت العكاشه مشيت للمحكمه عيط عليا الرئيس وقفت بحال قال لي تا فلان بن فلان قلت لي ايه هو يقول للمحاميه قال لها هذا السيد راك درتو لي التنازل وهي تقول لي لا هو راه شد فلوس شد الفلوس شد الفلوس وقال غندير التنازل دابا عباد الله فاش قلتها لهم راه ما تيقوش هو قال لها الرئيس قال لها ديري لي التنازل قالت لي لا هو يقول لي صافي قال لي سير وليدي جيت العكاشه ضربت ربع ايام سيديت على الحبس وخرج ونهار اللي خرج ورا الله فوق مني فين لقيتو لقيتو حدا الجار ديالي انا مع شي 10 ونص غادي للدار مشيت سلمت عليه والخري راه ما عمري ما سلمت على شي واحد تنهضر راسي وتنتم غير هو بالخصوص مشيت سلمت عليه اذا هنا بدات العداوه ها هنا منين بدات العداوه لا انا دابا اش غادي نقول دابا هاد الهضره كلها الدراري ما خصهمش يديروا هاد الشيء راه قاصر مع قاصر عنده 15 سنه راه هذا هو الخطير في الامر هي دابا مالها الدريه خدات من خالها وعماماتها من جايين واقفه هما باكين تيصوتوا يا العروبيه يا هادي ودريه صغيره سي نورمال غتشحن اش تقول اش تقول مع مع دماغها وراه راه هادشي هو اللي كاين اش غيوقع كاع الا ضربتها مثلا راه والو ما كاين والو شنو بغيتي انت سي محمد ها شنو بغيتي تنطلب انا عم الرئيس ديال المنطقه والشرطه القضائيه حق بنتك حق بنتي والقانون راه تنعرفوه حنا الله يرحم لكم الوالدين انا عارف الثقه تاخذ حقها فهمتيني دابا انت بغيتي هاد البنت القاصر اللي ضربت بنتك بغيتها تاخذ الجزاء ديالها لا تاخذ الجزاء عرفتي علاش باش ضرباتها ها ضرباتها بكروشي كروشي واحد باش شي رياضه هي لا باش الساكينه واللي تتبالط على ولدها ولا بنتها ولا هادي ما تبقاش تبالط وفي ما اللي عنده اللي عنده الدراري الصغار وداك الشيء ما يبقاش شوف من يبان لك عطيه لامه حيد هادي بطبيعه الحال تتجي شحال تحريض شحال من مراه انا تتجي عندي راه الله فوق مني تجي عندي تتبرى مني تنصيفط على على خاطرها وهذا اللي عمل خاطره قلت والله من دينا على الدراري تيجي تقول لي راه فلانه قالت لي رباك هذه 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 راه هو تيعرفها مرت تامي و... لا لا خلي بلا ما نقولوا دابا هذيك اللي ضربتها كتلعب شي رياضه كتلعب تيكواندو تيكواندو وتنطلب انا من رئيس المنطقه شحال من نهار دابا باش ضربات ضربات نهار الخميس راه الناس ديال ترونتويت شوف الناس ديال ترونتويت ولا الناس ديال الشرطه القضائيه راه خدامين فهمتيني ولكن باش يبداو يراوغوا فيهم لا هاد الدريه راه في الحد السوالم فهمتيني راه الدريه في الحد السوالم فهمتيني هما باغينها باش انا نوض تبرد وتنازل لا ما غنبردش باش هذاك الدرب عندنا حنا فهمتيني باش ياخذوا العبره باش الدراري الصغار حتى واحد ما يبقى يحقر لك وليداتك ولا ماشي وليداتي حتى واحد ما يضربش وليداتك ماشي يضرب تمام فهمتيني ها ومن هذا انا دابا هذا الميساج ديال من راه ديال هاد الدراري انا ولادي ولادي خلينا الجيران برافو عليك باش نهار اللي يضرب شي واحد راه ما عمري ما غنمشي ندير بالط عليه ولا عارف القانون كاين تبارك الله عليك السي محمد مشاهدينا الكرام ومنك والناس المسؤولين فهمتيني ياخذوا لهاد الدريه حقها راه مظلومه وما كاين لا نفاق لا والو وتنشكروا الناس ديال الشرطه القضائيه تبارك الله عليك السي محمد ديال الدائره ديال 38